لعب الورا خيل السبا سيد الحمام شرب العرا لعب الورا خيل السبا سيد الحمام رسم بيروت لبس الغمام شم الهوى أكل الهم شاغل عقول سكن بيروت. بتعود ياسمين حمدان إلى لبنان بزحم لإطلاق ألبومها الجديد الجميلات يلي بيحمل 11 غنية مختلفة من كتابتها وألحانها وأغنية للشاعر الراحل محمود درويش. بلشت بمارتش 2017 لما طلعنا الألبوم الجميلات. الألبوم هلا طلع بالميدل إيست ومش هيك أنا هون. هو الغنيتين اللي عملينهم فيديو كليب، واحدة منهم يعني بلشنا طلعنا الألبوم فيها سوفت أكتر، وسجلناها صورناها بباريس وفيها شوية هيومر أكيد وإليها بالكليب وهيك فيها شيء هيك سبايسي. ما في عمل ما في أمل بلك الجمل ركب النحس توزع بيروت الغندرة والفنجرة والبحر كثر البدر. الانطلاقة كانت مع فيديو كليب أغنية بلد يلي أخرجها زوجها المخرج الفلسطيني إليا سليمان، تطرح مواضيع المواطن المحبط الخائب يلي أصبح ضحية دولة مقصرة وسياسيين متخاصمين ونزاعات مختلفة. أتت الآراء حول هالغنية والكليب متناقضة، منهم من حبها ومنهم من اعترض على الصورة الغير إيجابية يلي عم تظهرها الغنية والكليب عن المواطن اللبناني ووضعه. فشو كان رأي ياسمين حمدان بالموضوع؟ الثاني اللي هي بلد سجلناها صورناها هون ببيروت، صورنا 3 أيام بكتير محلات، كانت اكسبيرينس بتجنن. يعني everybody has a point of view، ما عندي رأي أبدا، بس إنه in general الرياكشن كانت كتير بوزيتيف وكتير حلوة، سو أنا ما حسيت أبدا بالنيجاتيف سايد. مرة جديدة عم تحكي باسم المواطن ووجعه، وعم بتواصل ثورتها الناعمة عبر الفن وموسيقى الأندرغراوند الإلكترونية. الموعد معها بجولة حفلات حول العالم ليكون الختام ببيروت ب7 كانون الأول بمهرجان بيروت بيونت.